صوت أعضاء البرلمان العراقي لصالح منع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي من اتخاذ أي قرارات إصلاحية دون العودة إلى البرلمان وأخذ موافقته. وقال أعضاء في البرلمان إن هذه الخطوة تأتي من أجل تقييد صلاحيات رئيس الوزراء حيدر العبادي الذي مرر من جانب واحد إصلاحات في آب أغسطس الماضي يعتبرها البرلمان انتهاكا للدستور كإقالة نواب الرئيس ورئيس وزرائه وخفض رواتب موظفي الحكومة.